بسم الله ربنا أعنا على فهم دينك حتى نقدرك حق قدرك يا كريم يا قدير، فتولى عنهم حتى حين. باي أنت ما عادش تربيهم، من الموش أهل اهتمامك، ورينا كم مرة كيفاش مولانا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبالغ في الحزن على حال المنافقين أو الملحدين أو المشركين، ومقدمتهم كلاب بني صهيون، بنو صهيون كلاب بني صهيون والكنائس، ومن لف لفهم من كرب، وقلنا لا يرفع الكرب إلا أن ترجع للرب كما كان الرعيل الأول على حالة من الصدق مع الله، وعلى حالة من أن يفدون نبينا عليه السلام، وتم ذلك بإذن الرحمن والسلام على من أراد السلام.